هكذا أرادوا إحياء الذكرى الثانية للحرك، مسيرات شعبية سلمية جابت العاصمة الجزائرية ومختلف المقاطعات الأخرى. بعضهم خرج احتفاء بالذكرى ورغبة في مواصلة مسيرة الحرك، وآخرون خرجوا استكمالا لتحقيق أهداف حراك انطلق قبل سنتين. شعارات كثيرة رفعت، غالبيتها تتمسك بالمطالب مع الإصرار على سلمية الحرك. في الوقت الذي يستكمل فيه هؤلاء مسيرتهم، ترى السلطة أن استكمال المسيرة السياسية لا يتم إلا بانخراطهم في العمل العام. عشية الذكرى الثانية للحراك الجزائري، أقر الرئيس تعديلا حكوميا شمل قطاعات وزارية، حل لمجلس النواب وإفراج عن المعتقلين، ووعود بمواصلة الجهود وصولا إلى جزائر جديدة. كان يمكن إجراء تعديل أكبر أعمق وأوسع حتى يمتص غضب الشارع بمناسبة الذكرى الثانية للحراك، وأيضا أن تسير فترة 3 أشهر يظهر من خلالها نتائج وأداء آخرين بعيدين عن الأداء السابق والنتائج السابقة. وبين متطلبات السياسة والحيلولة دون تضرر قطاع الاقتصاد في زمن الوباء، ينتظر الجزائريون إعلانا وشيكا لاستدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. جهيد رمضان، العربي، الجزائر.